بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل نوعين من الفراخ، الاثنين بتحبوهم، نوع محشي خضروات ونوع فراخ مقرمشه، احلى من اللي بتشتروها من بره. وانا لما بقول احلى من اللي بتشتروها من بره يبقى كلامي صح الصح، وهقول لكم ليه. تعالوا مع بعض نشوف الفراخ الملفوفه اللي هنعملها. فيها شويه خضروات كده وشويه صوص هيتقدموا معاها، وكمان شويه من البطاطس البيوريه. نقول المقادير، بس قبل ما نقول المقادير عايز اذكركم بصفحتنا، صفحه الحياه تي في. ابعتوا لنا كل اللي انتم عايزينه علشان خاطر نقدر نتواصل معاكم ونقدر كمان ننفذ لكم كل طلباتكم اللي بتطلبوها، او كلمونا على التليفون اللي بيظهر قدامكم على الشاشه 3855-0017 3855-0017. نتواصل مع بعض كده وناخد وندي مع بعض في الكلام، ونبدا نجاوبكم على اسئلتكم. يلا بينا نعمل الفراخ الملفوفه بطريقه لذيذه قوي هتعجبكم ان شاء الله. مقاديرنا عباره عن فرخه خليناها من العظم خالص، خليت بس حته كده في الكتف وحته في الورك، وعندي كمان بصلتين متقطعين شرايح، وكمان ثلاث سمرات فلفل الوان، ثلاث معالق من الكزبره الخضراء، ومعلقه كركم، معلقه بابريكا، ورشه حبهان، ورشه بهارات، وفصين ثوم، ومعلقتين صويا صوص، ونص كوبايه مرق مركز هقول لكم يعني ايه، وبعدين عندي معلقتين من الزبده، نص كوبايه من الكريمه، وهنقدمها مع بطاطس بيوريه. ويلا بينا نشتغل مع بعض. اول حاجه الفرخه بتاعتي مخليه. يعني ايه مخليه؟ يعني ما فيهاش عظم خالص زي ما انت هتشوفوا دلوقتي، الا الحته دي اللي هي الجناح اهو عشان اقدر الف منه، وفي في هنا عظميه صغيره كده في الورك يعني او في الدبوس انا سايبها، وكل ده مخلي ما فيهوش اي عظم خالص. تمام، هشيل دي هنا بالراحه خالص عشان اقدر اتحكم فيها في حاجه اوسع، وبعدين نمشي مع بعض بالتسلسل واحده واحده. نعمل ايه؟ ناخد حته زبده علشان نشوح فيها الخضار بتاعي، وبعدين نحط كده شويه زيت صغيرين. ايه شويه الزيت اللي انت بتحطهم دايما مع الزبده يا شيف يوسف؟ لان انا طبعا لو سبت الزبده لوحدها هتتحرق، فالزيت بيعمل تجانس كده ما بيخليهاش تتحرق معايا. وناخد البصل بتاع الحشوه، ويدوب بيلف لفه كده معانا، مش عايزه يستوي خالص لان لسه هيخش الفرن. هيلف اللفه دي، هنحط عليه بقى الفلفل بتاعنا الملون. يا استاذه ابتسام صباح الخير. صباح الخير يا فندم. انا ابتسام اسيوط يا شيف يوسف. اهلا بحضرتك وباهل اسيوط. عارفني طبعا. اكيد طبعا اكيد. ربنا يخليك. تسلمي. زيك وزي العائله كلها. كله بخير الحمد لله. الحمد لله. بص يا شيف يوسف، احنا طبعا متمتعين بكل الاوصاف اللي بتعملها لنا. تسلمي. ربنا يسلم ايديك ويزيدك من نعيمه يا رب. تسلمي، ربنا يخليك يا رب. ألف ربنا يخليك. اتفضلي. انا امبارح طارت امبارح بتاع السبانخ والجبنه انا ما شفتوش، يا ريت حضرتك تنزل لي المقادير وتقول لي الطريقه. من عيوني. حاضر، هنزل لك المقادير حالا دلوقتي. واحنا ده هو كان بسيط قوي يعني ما فيهوش اي يعني تكنيك عالي يعني. حاضر من عينيا. حاجه ثانيه؟ ميرسي خالص، ربنا يخليك. تسلمي، اشكرك. تقدم لنا وصفات. شكرا لحضرتك يا مدام ابتسام، واحنا سعداء بسماع صوتك. هند شوية ملح، وهند شوية فلفل، وهناخد بقى شوية من الكركم بسيط كده، وشوية من البهارات. طب والباقي هتعمل فيها؟ هقول لكم حالا. وشوية من الحبهان، وشوية من البابريكا. كل ده على الخضار؟ كل ده على الخضار. نقلب كويس قوي قوي لغاية ما الخضار بتاعنا يتجانس مع بعضه، وزي ما قلت لكم مش عايزه يستوي، أنا عايزه يدوب زي ما بنقول كده نشم النار. يعني ايه يشم النار؟ يعني يدبل معانا شويه كده. كويس كده كويس. اول ما يدبل معانا هنحط عليه الثوم المفروم او المطحون، وهنشيل على طول. بعد ما هنشيل كده اهو شايفين الخضار عامل ازاي؟ اهو يا ياسر. تمام، هناخد بقى عليه الكزبره الخضراء ونقلبهم. الكزبره الخضراء بقى بتدي في الاكله دي طعم غير طبيعي. وقلبنا التقليبه دي، وهشيل من على النار خلاص، وهنحط مكان دي الطاسه الثانيه. ليه بقى؟ هقول لكم دلوقتي. تمام، خلصنا كل الخضار بتاعنا، والخضار بتاعنا دلوقتي سايبينه يهدى معانا شويه، وخدنا نص
كمية البهارات. هاجي بقى هنا عندي بولة فاضية بس همسحها علشان خاطر ما يبقاش فيها سوائل خالص، ونحط بقية المكونات بتاعتنا الناشفة اللي هي البابريكا وكمان الكركم ورشة صغيرة من الحبهان وكمان البهارات، وهندي شوية ملح اهو وشوية فلفل، ونقلب الخليط ده كله مع بعضه كده، وناخد على الفرخة نفسها بقى، الفرخة من ناحية اللحم يعني ايه مش من ناحية الجلد اهو، نشرب من الخليط ده اهو شايفينه بنزل عليه اهو شايفه ياسر بص من كل حتة عشان يتشرب معانا خالص اهو، بصوا ما غرقتوش بس شربته يعني زي ما بنقول كده اتشرب معانا، ونجيب شوية زيت صغيرين يستحسن يكون شوية زيت زيتون نقطتين كده، مفيش زيت زيتون يبقى زيت عادي، ونمشي كده عليها نجلسها كده او زي ما بنقول نعملها مساج بسيط كده، شايفين كل الخليط اللي احنا عملنا بيه التتبيله من جواه ومن على الخضار تمام لغايه كده، احنا ماشيين زي ما بنقول واحده 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 واحده، لان طبعا عارفين ان برنامجنا زي ما قلت لكم في البدايه برنامج تعليمي، وهنيجي بقى نجيب الخضار، وانا عامل الخضار دلوقتي زي ما بنقول نص تسوية مش تسوية كاملة لأن هيخش معانا الفرن أهو، وهننزل الخضار على الفراخ أهو، وبعدين هنلف الفراخ بطريقة مختلفة المرة دي بقى، مش هنلفها رول رول لا، هنلفها كأنها فرخة سليمة ومحشية بس مخلية إزاي، هنيجي كده نقول بسم الله وناخد من ناحية الجلد ده كده، وبعدين ناخد من ناحية الجلد ده كده ونقفلها كأنها فرخة سليمة بس زي ما قلت تبقى محشية، يعني ايه؟ يعني الفرخة سليمة اهي اهي شايفينها، بس انا قفلت الفتحة على بعضها وانا فاتحها من الظهر وخليها، وبعدين هنعمل ايه بقى؟ هنجيب خيط ونمشي مع الخيط كده لغاية ما نلف كل الحتت دي بالراحة مع بعض، انا حابب تشوف التفاصيل كامله اهو، نيجي في اول واحده كده نجيب من عند الرقبه شايفينها، ونرجع كده ونمشي ونقوم رابطين اول واحده علشان ما تفكش معايا، ونعديها من تحت اهو شايفين، وناخد واحده تانيه بالعكس اهو، وناخد من هنا الاول بنلف كده علشان خاطر تثبت معانا، علشان الفرخه تثبت معانا، ونلف برضه من هنا ونيجي على الحته الاخيره دي ونربط، بس نربط واحنا بنضغط عليها، ولسه هنكمل مع بعض الربط تمام. حلو عملتها كده، هاجي بقى اخد هنا نجيب الخيط هنا وناخد بالراحه الخيط من عند الاجنحه كده ونضغط بقى ما تخافوش اهو، شايفين الضغطه اللي انا بضغطها دي اهو، شايفين يا امنيه الضغطه اللي انا بضغطها دي بتربط معايا الفرخه كويس قوي. الفل والجمال عليك يا شيف يسري. يا اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. ازاي حضرتك يا فندم؟ وحشتنا والله. والله حضرتك اللي وحشتينا وحشنا صوتك. يا فندم والله كنت في البلد والله، عندنا شويه الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه وسلام الاهل البلد كلهم. الله يسلمك ويسلموا عليك والله العظيم يا فندم. تسلمي لي. تسلمي ايدك على الفراخ الجميله اللي انت عاملها دي. يا رب يخليكي، جربيها حلوه قوي يا امنيه والله. جميله انا هجربها طبعا. ان شاء الله ان شاء الله. عامل ايه يا فندم؟ كويس؟ نحمد ربنا الحمد لله دايما على ان احنا بنسمع صوتك. ربنا يخليك لنا يا فندم وتقدم لنا كل حاجه حلوه. انا اللي بشكرك على اتصالك وطبعا يعني سعيد بسماع صوتك. مع السلامه يا فندم. مالكيش سؤال طيب؟ لا يا فندم انا حبيت اصب عليك بس والله. يا رب يخليكي والحمد لله على سلامتك. يا رب حضرتك غيرت ميعاد البرنامج، كل ما اجي اجيب الساعه 1 الاقي الساعه 12. لا احنا غيرناه عشان خاطر حضراتكم يعني بناء على طلبكم غيرناه. كده جميل يا فندم، ربنا يخليك لينا تسلمي لينا كل حاجه حلوه يا فندم. تسلمي ربنا يخليكي، بشكرك على اتصالك. بصوا بقى خلاص ربطنا، ربطنا كويس قوي الربطه دي علشان خاطر الخضار اللي جوه ما يفكش معانا، وهنيجي هنا نحط شويه زيت، ومش عايزين نشوح الفراخ يعني ايه، احنا بس بنديها لون سريعا وحته زبده، وهندي شويه ملح من هنا من بره بقى وشويه من الفلفل من الناحيتين
وبعدين هناخد كده، شايفين من ناحيه السدر اهو، هنحط الظهر مفتوح اهو، بس انا ربطه بالخيطه زي ما انتم شايفين واللي فيها كده. ليه؟ انا مش عايز الفراخ تتحرق معانا، انا عايزها تلون بسرعه وبعد كده ندخلها زي ما هتشوفوا دلوقتي. حلو قوي. واحده واحده مع بعض لغايه ما نوصل لمرحله التسويه الكامله. اهو اهو نقلب نشوف اللون، هنلفها بعد شويه مع بعض من الناحيه الثانيه ومن الناحيه الثالثه لغايه ما تلف. انا مش بسويها يا جماعه، انا بديها لون بس علشان ما تخش الفرن تكمل تسويتها وتديني اللون المطلوب معانا. شايفين انا بحركها ازاي؟ ليه بقى؟ علشان ما تلزقش معايا وفي نفس الوقت ما تتحرقش. نقلب بقى الناحيه الثانيه ونقول بسم الله. بصوا هو ده اللون اللي انا عايزه، اللون البسيط ده مش اكتر من كده. وبعدين هتاخد معانا شويه تانيين من اللون، وهنيجي نجيب صينيه بتاعت فرن وندخلها ونغطيها بالالومنيوم لغايه ما تستوي معانا على الاقل 90% 95%. لحظه بس عشان اوريكم الحته اللي انا هعملها دلوقتي. هنرفع دي كده بقى بسم الله ونحطها هنا اهو، وبعدين نيجي هنا في نفس الطاسه اللي احنا سوينا فيها، عايز اخد بقى نتيجه التسويه شويه ميه ونحطهم جنب الفرخه كده. هقول لكم دول بقى هعمل بيهم ايه دلوقتي وهتشوفوا شكلهم كمان. خلاص اهو حطينا كل الفرخه بتاعتنا. هنعمل ايه؟ هناخد قلش شويه من الالومنيوم دول ونغطيها خالص اهو، وبعد ما نغطيها خالص معانا كده هنوديها الفرن تستوي معانا، تستوي معانا لغايه ما تستوي سوى كامل 75% 95%. بعد كده هوريكم هتبقى عامله ازاي وهنعمل ايه. يا استاذه سميره اهلا، ازيك يا شيف يوسف؟ ازاي حضرتك؟ صباح الخير. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير على المعلم. صباح الخير على حضرتك يا فندم. ربنا يخليك يا رب، سلم ايديك. والله كل يوم بتعمل حاجه احسن من اللي قبله. تسلميلي تسلميلي، وبشكرك على اتصالك الجميل وكلامك الاجمل. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يديك الصحه. والله والله يا صاحبي معلم يعني. اتفضلي تحت امرك. ربنا يخليك. لا والله انا بشكرك وبشكر الفريق الاعداد كلهم، ربنا يبارك لهم يا رب، عشان هم يعني بيحبوك ويعني وكلهم كلهم بيسلموا على حضرتك وسعداء طبعا وبيشكروا حضرتك في مدام نانسي حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، بيشكر عليها كتير والله. كلهم بيسلموا على حضرتك والله وسعداء. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في صحتك. تسلمي لي. مالكيش اي سؤال يا مدام سميره؟ انا بسال عليك، عايز اسال عليكم بيوم. تسلمي لي تسلمي لي والله العظيم. ربنا يخليك وطبعا تسعديني. اعملي بقى تسعديني ان انا اسمع صوتك كل يوم. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا بشكرك يخليك. بشكرك مدام سميره على اتصالك وكلامك الجميل، ودايما يا رب كده انا بدعيها كل يوم ان احنا نكون عند حسن ظن حضراتكم. بمسح بس كده، وبعدين انا كنت حاطط شويه ميه مع الفرخه. بعد ما حطينا مع الفرخه كده وبدات تخش في التسويه، خدت الناتج عن التسويه هو ده، صفيته. شايفين لونه ده؟ الناتج عن التسويه بتاعتنا اللي احنا عملناها وصفيناها، لان انا عامل فرخه قبل الهواء اهو. الشويه دول اللي انا كنت اقول لكم مرق مركز، هاخده هنا ونحطه على النار يغلي شويه عشان يركز اكتر، لان ده فيه نكهات كتير جدا، نكهات متعدده من الفراخ مع الخضروات مع البصل مع الكركم مع البابريكا مع كل الحاجات اللي احنا حطيناها. علشان كده انا قلت احنا هناخد هنا المرق المركز ده، وبعد كده عندي كريمه وعندي صويا صوص. ليه بقى الصويا صوص؟ لو انا حابب اللون يبقى اغمق من كده شويه، لان انا هقدم مع الفراخ بتاعتنا شويه من الصوص ده، فانا هناخد شويه كده بالمعلقه علشان نشوف اللون بتاعنا يوصل لدرجه ايه اهو، وبعدين نشوفه كده اللون عمل ايه، يعني وصل للي انا عايزه ولا لا. اول ما احس ان اللون وصل للدرجه اللي انا عايزها يبقى خلاص اللون ده حلو قوي، مش هزود تاني صويا. تمام. اول ما يغلي معايا ويتكاثف، يعني ايه يتكاثف؟ يعني احنا بنقولها كده في المهنه، ياثر يعني يتقل شويه يتقل شويه. بعد ما يتقل شويه حديله الكريمه، يبقى جاهز ان انا اقدمه مع الفراخ الموجوده معانا في الفرن. كده عملنا الفرخه الملفوفه
بكل تفاصيلها. هناخد فاصل، نرجع من الفاصل نعمل معاكم الفراخ المقرمشه بطريقه حلوه مقرمشه احسن من اللي بتشتروها من بره. مش مشكله، ممكن الناس تزعل مني، ولكن بالفعل ليه؟ لانكم عارفين منتج الفراخ، عارفين كمان كل البهارات او كل التتبيله اللي انتوا حاطينها، وعارفين انتوا بتعملوها ازاي، في زيت شكله ايه، الكلام ده كله هنتكلم عليه، ولكن بعد فاصل. محدش يروح في اي مكان، الجديد والممتع والتعليمي هتلاقوه مع الشيف يوسف، برنامج مطبخ الحياه، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عملنا نوع من الفراخ محشيه خضروات لذيذه، طعمها حلو قوي، قدمنا معاها صوص كمان كده لذيذ للي عايز ياكلها مع صوص، مع شويه بطاطس بيوريها، هوريكم شكلها، وكمان نحط عليها الصوص. ولكن الفراخ المقرمشه خصصنا لها الجزء الاكبر علشان خاطر هي فيها شويه حاجات بسيطه لازم تعرفوها عشان تطلع معاكم مقرمشه احلى من اللي بتشتروها من بره. انا بقول احلى ليه؟ لان الفرخه دي انا عارف مصدرها، البهارات دي عارف مصدرها، الديد عارف مصدره، الزيت اللي بحمر فيه عارف مصدره، كل الحاجات اللي عندي عارف مصدرها. كلموني على التليفون اللي هيظهر قدامكم على الشاشه، قولوا لي كمان ارائكم على الفراخ المقرمشه، ويا رب تكونوا مستمتعين معانا. هنقول مقاديرنا وبعد كده نشتغل مع بعض واحده واحده ونوريكم هنعمل ايه. عندي فرخه متقطعه 8 قطع عشان لو عايزينها حجمها كبير. طب احنا عايزينها حجمها صغير يا شيف يسري؟ لا، نبقى نقطعها 12 قطعه، لكن لو انتوا عايزينها كبيره يبقى 8 قطع. عندي كوبايه لبن رايب، كوبايه لبن رايب، معلقتين خل، ومعلقه بصل باودر، ونص كوبايه ميه بصل بشرناها وعصرناها، ورشه حبهان، ورشه قرفه، ورشه بهارات، وشويه ملح وفلفل. ده ايه يا شيف يسري اللي انت قلته؟ تتبيل الفراخ، بنعملها مارينيتد في التتبيله دي وتقعد فيها. وبعد كده عندي بقى ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، هنحط عليهم معلقه بصل باودر، ومعلقه توم باودر، ومعلقه من البابريكا، ومعلقه كركم، ومعلقه بيكنج باودر، وملح وفلفل، ورشه بهارات، ورشه حبهان، وجنب كوبايتين ميه وزيت للآليه. اظن ما فيش اسهل من كده، وهقول لكم تاني واحده واحده واحنا بنشتغل. الفراخ زي ما قلت عايزينها حجم كبير كده بالقطع الكبيرة دي، هنقطعها 8 قطع، 8 قطع يعني الورك 2، الصدر 2، لكن لو عايزينها أصغر من كده هنقطعها 12 قطعة، نقطعها 10 قطع زي ما انتوا عايزين. عندي هنا كوباية من اللبن الرايب، ونص كوباية من مية البصل، وقلت لكم مية البصل أنا ببشر البصل على العين الصغيرة، وبعد كده باخد عليه أعصره يطلع معايا بالشكل ده. نص كوباية اهي من مية البصل، وبعدين معلقتين خل، رشة حبهان، رشة صغيرة، معلقة من البصل البودر، التوم البودر، احنا حاطين هنا زي ما قلنا حطينا مية بصل يبقى هنا توم باودر، وبعدين بهارات، وبعدين رشة قرفة. في الخليط ده ايه؟ في الخليط ده اللي هنعمل فيه الفراخ بتاعتنا مارينيتد. يعني ايه مارينيتد؟ يعني هنحطها فيها تقعد ساعة ساعتين. لو عايزين كمان تبيتوها بالليل مفيش مشكلة، يعني لو عايزين من بالليل تبيتوها في الخلطة دي مفيش مشكلة، شوية فلفل صغيرين وشوية ملح صغيرين، ونقلب الخليط ده كله مع بعضه. أهو أفكركم بيه تاني، كوباية لبن رايب، كوباية لبن رايب يا أستاذ حسين. ألو، ازي حضرتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الفراخ المقرمشة أهي. ايوه الله ينور عليك والله يا شيخ. الله يخليك يا حبيبي. معلش انا ليا سؤال وطلب كده بعد اذن حضرتك. تأمرني يعني. تأمرني. التتبيله بس ما لحقتش اكتبها بعد اذنك، تبعتلها لي كده وتنزلها. هننزلها لك في اخر الحلقه وهقول لك عليها تاني من عينيا. حاضر. حاجه تانيه؟ طلب صغير يا شيخ. تأمرني. عيد ميلاد بنت اختي، بنت اختي ان شاء الله كده يوم 28/11، فعايز كده حلقه كده يعني تقول لها كل سنه وانت طيب، يعني كيكه او تورته كده وتحط عليها اسمها كده يعني. كل سنه وهي طيبه، وان شاء الله يعني لو في نصيب ان شاء الله نعمل لها، يكون بس يوم الحلو ونعمل لها ان شاء الله حاجه حلوه ان شاء الله يا حبيبي. ان شاء الله. كل سنه وهي طيبه. الله يخليك، شكرا يا سيدي. حطينا هنا كوبايه لبن رايب، عليها نص كوبايه من ميه البصل، عليها كمان شويه توم باودر، وشويه من البهارات، ورشه من الحبهان، وشويه ملح وفلفل،
وهناخد الفراخ، بس قبل ما نحط الفراخ هنجيب سكينه كده اهو، ونجيب مثلا الصدر ده ونعمل فيه نغزات كده، شايفين؟ ليه بقى؟ علشان يتشرب معايا من الخليط ده، شايفين؟ اهو، ونحط ونيجي في الورك ده ونعمل الفتحات الصغيره دي اهي اهي، تمام؟ اهو شايفين الفتحات اللي انا عملتها دي اهي قدامكم، علشان يتشرب معانا من الخليط ده. زي ما قلت لكم يقعد قد ايه؟ يقعد له 4 ساعات، بس رجاء زي ما بقول لكم يكون لو عايزين تبيتوا في الـ في الـ في الثلاجه مفيش مشكله، غطوه بلاستيك وبيتوا. بصوا بقى اهي بنعمل فتحات فيه كده عشان توصل اللحمه بتاعته كلها تتشرب من الخليط ده. ده برضو اساس في الحاجات اللي احنا بنقولها اهو. خلصنا تمام. هنسيب ده قد ايه؟ 4 ساعات زي ما قلنا، او يكون عندي بيتها، ولكن انتوا عارفين ان احنا دايما بيبقى عندنا شغلنا سريع، فهنوريكم دلوقتي بعد كده هنعمل ايه. بيتناها اهي، المفروض ان هي تبات في الخلطه دي او تقعد 4 ساعات 4 5 ساعات. ليه بقى؟ كل مسام الفراخ تتشرب من التتبيله دي، كل مسام الفراخ تتشرب من التتبيله دي. طب احنا هنحط يا شيف يسري بيض ولبن والكلام ده؟ لا خلاص، احنا اللي حطيناه ده مكان البيض واللبن. خلاص احنا اهو قعدناها ال4 ساعات دي تمام التمام كده، وبعدين هنيجي هنا على الدقيق بتاعنا، هنحط البصل الباودر ونحط الثوم الباودر اهو، ونحط البيكنج باودر، البهارات، رشه الحبهان، وكمان البابريكا، وكمان الكركم، وزي ما قلت لكم ده بنسميه الدقيق المبهر، الدقيق المبهر اهو تمام. ونقلب كله مع بعضه. اللي جاي بقى ده بقى اهم حاجه، ان يوصل لي الخليط بتاعي للدرجه المقرمشه. اللي جاي ده اللي انا هقوله اهم حاجه في الموضوع، ان يوصلني الفراخ بتاعتي للدرجه المقرمشه. قلبنا الدقيق كله اهو، وهنشيل بقى كل الحاجات دي مش محتاجينها، ونروح نجيب طبق فاضي. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. هنيجي هنا والميه عندي لسه موجوده اهي، الميه دي اساس. وهنيجي هنا نعمل ايه؟ ناخد قطعه من الفراخ بعد ما عملنا لها المارينيت ده، ونصفيها من الخليط ده، نصفي خالص تمام اهو. حلو اهو، قبل ما نحط نصفيها خالص اهي، ونحط في الدقيق، ونحط عليها كميه من الدقيق. يا ام ادم، الو، اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ والله كان نفسي اكلمك من زمان. انا اهو تحت امرك. ده انت منورنا والله. والله ده انتوا منورين دايما، كلها جميله بصراحه. الله يبارك في عمرك ويخليكي. الله يكرمك يا رب. ممكن تنزل لي التتبيله اللي انت عملتها دي من عينيا؟ حاضر. على طريقه للرز المبهر. حاضر من عينيا. حاضر حاضر، ماشي، الف شكر يا شيخ. عينيا، هقول لك على الرز المبهر، وهقول لك كمان الفراخ عملناها ازاي. بصوا بقى، حطينا الدقيق، ركزوا في اللي جاي ده يا جماعه، غرقنا اهو في الدقيق، وهنطلع من الدقيق اهو، شايفين؟ هنطلع على الميه دي، نرفع كده بالراحه وننفض الدقيق خالص، وبعدين ناخدها على الميه نغطسها تغطيسه كامله كده، ونقوم راجعين تاني على الدقيق. شفتوا بقى السر في القرمشه فين؟ تاني اهو، ننفض من الدقيق، نغطس في الميه خالص، ونقوم راجعين تاني في الدقيق، بس بنغمرها بالدقيق تاني. يعني ايه نغمرها؟ يعني نغرقها دقيق، فاهميني؟ شايفين اهو، بنغرقها من الدقيق. الميه عاديه، ممكن من الحنفيه عادي جدا، ما فيهاش مشكله. لو حابين تكون الميه ساقعه شويه برضو ما فيش مشكله، بس كله عادي يعني. وننفض تاني كده اهو، ونغرق تاني دقيق. ركزوا بقى في اللي جاي ده، كل ما بغرقه في الدقيق كل ما بيبقى معايا شكله مقرمش. اخر مرحله هنجيب مصفى عاديه اهي، والزياده في الدقيق هوريكم نعمل فيه ايه. نغرق كده دقيق، ونيجي هنا ننفضها التنفيضه دي كده، شايفينها اهي،
اهي حلو كده تمام. ناخد ده بقى ننزل فين؟ على الزيت على طول. طب يا شيف يسري دي الفراخ دي نيه هي هتستوي في الزيت سريعا؟ اه بس مش سريعا بقى، هنحطها في الزيت لمده 3 4 دقائق، اول ما تلون هوطي عليها الزيت واسيبها ربع ساعه. ده في حاله ما اكون بسوي في كزرونه او بسوي في قلايه زي اللي انا بسوي فيها دي، ولكن لو انا عندي مثلا الحاجه اللي هي بتاعت الحله المغلقه دي هتكون اقل، هتاخد 7 دقائق بس في التسويه. نرجع تاني اوريكم طريقه الاساس، اهم حاجه في الموضوع ده اللي انا بقوله ده الاساس. هنغرق دقيق بايدينا اهو اول مره، نشربها دقيق كتير. بعد ما تتشرب معايا في الدقيق كده برفعها نفضها واحط في الميه وارجع تاني على الدقيق واغرق تاني. تمام كده، بعد ما غرقنا في الدقيق خالص اهو هنعمل ايه؟ هنيجي ننفضها تاني ونحطها في المصفى. المصفى دي لما بحركها بتنزل الدقيق الزياده وتخلي فيه حروف كده باينه هي اللي بتقرمش معانا يا استاذ صلاح. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف عامل ايه؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا استاذ صلاح. الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يطمنا عليك والف الف الف شكر على الحاجات الحلوه انت بتعملها لنا. تسلم لي تسلم لي يا استاذ صلاح، والله كلامك ده يعني بيدينا دفعه للامام، ربنا يخليك يا رب. احنا بنتعلم حضرتك كتير 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 قوي قوي لدرجه من ثلاث ايام عملت الجمبري والسمك اللي انت قلت عليه الفتره ده. يا حبيبي ربنا يكرمك دايما كده، يعني نكون عند حسن الظن ونعمل لكم اللي انتم عايزينه. الله يبارك في حضرتك وبالذوق حضرتك، ما تحبش منك ولا من الفريق اللي معاكم يا رب، كلكم ربنا يبارك لكم يا رب. كلهم بيسلموا على حضرتك، كلهم بيسلموا على حضرتك. شكرا يا حبيبي، شكرا. مالكش اي سؤال طيب يا استاذ صلاح؟ لا اتفضل لحضرتك. ربنا يخليك ليا، تسلم لي يا رب. تسلم لي. الله يكرمك، الله يخليك يا حبيبي. يا جماعه في بس حاجه كده انا بغمرها، شايفين في الدقيق ازاي؟ اخر مرحله، اخر مرحله لازم اغرقها دقيق كده ونروح نحطها في المصفى. اها وبعدين ناخد كلها، فاضل قطعه واحده. انا حبيت اوريكم كل التفاصيل، ما فيش حاجه بنعملها من وراكم خالص يا جماعه. اهو بالراحه حطينا في الدقيق وبعد كده في الميه اهو، ونرجع تاني نحطها هنا في الدقيق ونحط في المصفى. حركه المصفى دي بقى اهي اهي اهي، بصوا بقى بنفضها كده حلو قوي، بتنزل دي زياده وشايفين عملت فيه حاجات كده مخرفشه كده اهي. هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي موجود معانا في الفراخ المقرمشه. هناخد نفضي هناك وهنرجع نكمل اخر قطعه علشان خاطر كده ننضف بعد كده اللي احنا عملناه ده. اخر قطعتين اهم زي ما قلنا، دقيق كتير كتير، اغمروها بالدقيق، ده سر من اسرار ان هي تطلع معايا مقرمشه. يعني انتوا لما بتاكلوها بره بتحسوا انه في طبقه كتيره قوي من الدقيق، صح ولا لا؟ هو ده، ده السر بتاعها بقى. ناخد كده على الميه بسرعه نغطس ونرجع تاني في الدقيق، وناخد دي كمان نغطس وناخد تاني في الدقيق ونغمرها. يعني ايه؟ يعني خلوها غرقانه في الدقيق اهو، خلوا كميه الدقيق كتيره. طب الدقيق اللي باقي عندي ده برميه؟ لا، انا بعد كده بحطه في مصفى، وبعد ما بحطه في المصفى معايا باخده علشان اشتغل بيه تاني، اعمل بيه سمك، اعمل بيه جمبري، اعمل بيه اللي انا عايزه. ما هو ده الدقيق المبهر اللي احنا بنتكلم عليه دايما اهم. انا خلاص كده هنشيل كل ده لان احنا كده ايه مش محتاجين كل الحاجات دي يا احمد من فضلك. وهننفض دي برده التنفيضه الاخيره اهي، حلو، ونروح نحطها هنا. بصوا بقى لشكل الفراخ قبل ما تروح عاملة ازاي، شكل الفراخ قبل ما ندخلها في القلاية عاملة ازاي اهي. هطلع بيها ونروح هناك ونكون محضرين طبق فيه مناديل كده علشان خاطر الزيت اللي هيطلع معانا نقدر نطلع بيه، ونقول بسم الله. اول قطعة زي ما قلت لكم يا جماعة الموضوع سهل بسيط، ولكن اعملوا صح هيطلع معانا كله على الطبيعة، كله طبيعي دلوقتي. ونيجي هنا برضو عند القلاية التانية ناخد فيها عشان الوقت. زي ما قلت لكم أول ما يوصل للون يتغير هنقوم عاملين إيه؟ هنقوم جايين واخدين
الفراخ دي مهدين عليها النار خالص خالص خالص، وهتطلع بشكل هوريه لكم دلوقتي. وحاول ما نكترش، نحاول ما نكترش في الزيت، يعني اوريكم بس كده مع اول لحظه. بصوا عامله ازاي القرمشه بانت اهي، انا ما بعملش حاجه خالص من وراكم، القرمشه بانت اول ما حطينا في الزيت اهي، شايفينها اهي اهي القرمشه بانت اهي. هرجع انزل تاني واسيبها تاخد اللون، وبعد كده وطى عليها، وتعالوا بقى واحنا هي بتستوي كده على بال ما تاخد اللون معانا، نروح نعمل مع بعض صوص انتوا بتحبوه اللي هو صوص الكولسلو. شويه قد كده بيطلعوا من اي محل، يا دوب كده بناكلهم بمعلقه ونبقى زعلانين ان خلص بسرعه، صح؟ انا بعمل لكم كميه تكفي الاسره مع الحاجات الفرايد دايما، وخصوصا الفراخ المقرمشه. انا هعمل كميه تكفي الاسره، يعني عندي هنا كرنبايه بيضه، كرنبايه بيضه متقطعه كامله، عندي كمان جزرتين كبار مبشورين، عايزين تقطعهم كيوبس مفيش مشكله، وعندي مقاديره كلها هتظهر قدامكم على الشاشه، هيطلع احلى بجد، يعني لازم تجربوا وتقولوا لي رايكم. انا الصوص بتاعنا او السلطه بتاعتنا سهله قوي، عندي الجزر زي ما قلنا والكرنب والعسل، حوالي نص كوبايه عسل وكوبايه من المايونيز وزبادي او لبن زي ما احنا عايزين، ونص كوبايه من عصير البرتقال، بيفرق معانا بيفرق معانا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي كده نجيب الاول الخليط السائل نضربه مع بعض، الخليط السائل ده نضربه مع بعضه اللي هو المايونيز اهو، وبعدين نحط عليه الزبادي او اللبن، يعني انا هخلي اللبن لو احتجت تاني هزود. يا عبد الرحمن. الو يا شيخ يسري. اي يا حبيبي ازيك؟ الحمد لله، عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي، اخبارك؟ والله الحمد لله. شرم الشيخ اخبارها ايه؟ كويسه، بس نفسي حضرتك تيجي والله يا شيخ. والله ان شاء الله هنيجي، بس ناخد اجازه. والله يا عبد الرحمن هاجي لك، حاضر. منورنا، تشرفنا والله يا عم. الله يكرمك. انت اصلا منين يا عبد الرحمن؟ انا من اساس اسماعيليه. يا حبيبي ربنا يديك الصحه، اهل الكرم كلهم ربنا يخليك. يخليك. تسلمي. حضرتك عندي بس طلب، ازاي اعمل ما قلت له ازاي اعمل حضرتك التشيز كيك تاني بس اللي هو السخن. عناي، حاضر، هقول لك على التشيز كيك السخنه النهارده، وان شاء الله يا رب هقول لك عليها ما انساش يا رب. حاضر، من عينيا. حاضر، بشكرك يا عبد الرحمن على اتصالك، انا سعيد ان انا بسمع صوتك بجد، من الناس اللي انا بفرح لما بسمع صوتها بصراحه. هو عارفين دايما انا بقول لما حد صغير بيكلمك فهو بيعبر عن مشاعره، يعني ما بيعرفش يكذب، يعني انا ممكن الوم في الكلام، اقول حاجه كده اقول كده لان انا كبير، لكن الصغير ما بيعرفش يكذب خالص. هو لو مش بيحبك هيقول لك انا ما بحبكش، ولو بيحبك هيقول لك انا بحبك. بصوا بقى، وصلت لدرجه القرمشه، شايفين يا جماعه القرمشه اهي اهي اهي، شايفينها؟ انا هعمل ايه دلوقتي بعد ما وصلت للدرجه دي؟ هقوم جاي كده موطي عليها بقى، انا قلت لكم هنوطي عليها ونسيبها، يا ريت تكون متغطيه، ونسيبها كده زي ما قلنا 10 دقائق كمان، هي بقى لها يجي 5 دقائق. والناحيه الثانيه برضو معانا اهي في القرمشه، ونسيبها برضو. يا جماعه الموضوع ببساطه، طرق التسويه طرق التتبيل هو السر في الفراخ المقرمشه. هنشيل كل الحاجات دي ونرجع تاني، هذكركم تطلع نيه. يعني بصوا بقى، ياسر الله يديله الصحه والله، قال لي يعني بعد ما تستوي كده ما طلعهاش كلها، هتطلع نيه من جواها، لان الفراخ اصلا عندنا نيه، لكن هي لو الفراخ واخده بلانشيه يعني مستويه غلوه كده هتطلع كويسه، لكن لو انا عملتها البلانشيه ده مش هتاخد التست اللي احنا عملناه في البدايه مع اللبن الرايب وميه البصل، هيبقى يعني ضيعت اللي انا بعمله. عشان كده لازم بعد ما توصل للقرمشه الكامله دي او اللون اللي احنا شفناه ده اللي هو الذهبي ده، نغطي عليها ونسيبها زي ما قلنا على الاقل 10 دقائق كمان، وهوريها لكم. انا مش بعمل حاجه من وراكم خالص، علشان كده تطلع معانا حلو قوي. حطينا هنا زبادي، حطينا عليه العسل، حطيت عليه كمان المايونيز وعصير البرتقال، شايفين السائل السائل ده؟ هندي شويه ملح صغيرين، ملح بس، ملح صغيرين قوي كمان، لان ده بيبقى الطاغي فيه السكر، يعني طاغي فيه الصوص بتاعه المسكر. ونيجي هنا نحط الكميه اللي هتكفي العيله او تكفي اسره كامله، لو عامل عزومه كبيره هتكفيها ان شاء الله. هناخد شويه من الكرنب، دي كرنبايه كامله، ولكن انا هجرب لغايه ما توصل معايا للكثافه اللي انا عايزها. شيف يسري، وانا ممكن اقطع الكرنب قطع صغيره؟
يعني مكعبات صغيره ماشي مبشوره كده زي الفل. كل اللي انتوا عايزينه ده حاجات بسيطه قوي. حطينا الجزر ونقلب. انا بس ما رضيتش احط الكرنب كله ليه؟ اشوف الصوص بتاعنا هيوصل للكثافه اللي انا عايزها ولا لا. كان ممكن احط الكرنبايه كلها ونقلب. ده بقى زي ما بقول لكم احلى سلط كولسلو هتاكلوه. ليه؟ صناعه انتوا اللي عاملينه في البيت وفي نفس الوقت بنفس المقادير، بس المقادير الصح اللي احنا دايما بنتكلم عليها وبنعملها. يعني انا دايما اعتقد ان كتير قوي ما بيحطوش عسل، بيحطوا سكر، لكن احنا عاملينه بالعسل وده الصح. شفتوا بقى؟ لو بصيت هنا هتلاقوا ان الصوص بدا يبان اهو. عايز ازود شويه كرنب؟ هزود شويه كرنب صغيرين. يبقى انا اللي بتحكم في الدرجه بتاعتي، انا بتحكم في درجه السلط بتاعي، هل انا عايزه يبقى سايل شويه او يبقى كويس كده يا دوب متناسق، مش عايزه يبقى سايل خالص، انا عايزه كده زي ما باكله بره اهو. طيب عايز اخفف الجزر شويه، ممكن اخفف الجزر شويه، عايز اخفف الكرنب شويه، ده حاجه ترجع لكم كل الحاجات دي. بصوا هوريكم بس شكله اهو. اهو بصوا عامل ازاي. اهو حاجه حلوه قوي. زي ما قلت بقى لو حسيت برضو ان الصوص بتاعنا لسه زايد، عشان كده ما رضيتش احط الكرنبايه كلها، هنزل بقيه الكرنبايه واسيبه. كل ما هيقعد معايا كل ما هيتشرب من الخليط وينزل السوائل اللي فيه، لان الجزر فيه سوائل وكمان الكرنب فيه سوائل. فرجاء يعني جربوا وادعوا لي وقولوا لي بس الحاجات دي جربتوها طلعت معاكم شكلها ايه. ابعتوا لي على الصفحه بتاعت الحياه تي في، قولوا لي ارائكم، قولوا لي مقترحاتكم زي ما بتكلموا معايا كده على التليفون، وبقدر اجاوبكم على الاسئله. احنا مع بعض هنا علشان خاطر حضراتكم، يعني انا جاي علشان انفذ كل اللي انتوا بتطلبوه، يعني مش عايز اقول لكم غير ان انا موجود هنا في خدمتكم. ابعتوا لي كل اللي انتوا عايزينه، هقلب تقلبتين وبعد كده هروح اوريكم الفراخ بتاعتي اخر مرحله، لانها فاضل لها دقائق ونطلع بيها. بصوا بقى بسم الله. بصوا يا جماعه القرمشه والشكل، القرمشه واللون اهو. خلاص كده هطلعها لكم بعد دقيقه ولا دقيقتين، عشان كده هستاذنكم اخد فاصل. بعد الفاصل هنغرف مع بعض الفراخ بتاعتنا اللي احنا كنا مسويناها في الفرن المحشيه، وكمان هنغرف مع بعض الفراخ المقرمشه. محدش يشوف في اي مكان، لان التعليم والحاجات اللي انتوا عايزينها كلها هتلاقوها مع الشيف يسري في مطبخ الحياه، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. معلش وقتنا اتسرق واحنا بنعمل الفراخ المقرمشه، فعشان كده كان لازم اشرح لكم كل تفاصيلها، وكمان الفراخ الملفوفه. طلعت الفرخه اللي في الفرن بس لسه ما قطعناهاش، اوعوا تقطعوها وهي سخنه. وعملنا كمان صلصه الكولسلو والبطاطس البيري. يا رب تكونوا مستمتعين معانا. يا عبد الرحمن يوم السبت ان شاء الله في وسط الحلقه هقول لك على تشيز كيك، سامحني عشان وقتنا خلص. زي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض. السلام عليكم.